وذكرنا بعض المختصرات في شرحه، وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الملائكة يتمثلون، لأن جبريل عليه السلام تمثل في صورة رجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة التي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه بما جاء في الحديث. قال الشيخ الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قال: وليس في هذا جواز التمثيل. قال: لأن الملائكة ولأن جبريل عليه السلام يتمثل بقدرة الله وإذنه، وأما هؤلاء فإنهم يستخدمون ويستعملون الكذب. جبريل عليه السلام تمثل بقدرة الله وبإذن الله، وكونه يتمثل دجى في القرآن وجاء في السنة. كون الملائكة يتمثلوا، الكلام دجى في القرآن وجاء في شنو؟ في السنة، كما تمثل جبريل عليه السلام في صورة رجل لمريم عليها السلام، وكما جاء في قصة ضيف إبراهيم المكرمين وكانوا من الملائكة. أما أصحاب المسلسلات فإنهم يكذبون. ذول اسمه محمد أحمد في المسلسل اسمه متولي، ويعرف إنه اسمه فلان ابن فلان، في المسلسل اسمه فلان ابن فلان. والله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، ففي هذا كذب، والكذب محرم في شرع الله سبحانه وتعالى. ده غير الآفات الثانية في المسلسلات من التبرج ومن الدعوة إلى الرذيلة ومن نظر النساء إلى الرجال بالشهوة ونظر الرجال إلى النساء إلى آخره، وغير ضياع الوقت الذي في المسلسلات. طيب، من فوائد الحديث أدب المتعلم، وأن جبريل عليه السلام جاء سائلا وجاء في صورة حسنة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا فيه أن طالب العلم يهتم بمظهره، مع أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوة، لكن لما جاء في صورة سائل وفي صورة متعلم جاء في هيئة حسنة، وهو أيضا في جميع أحواله يتصف بالصفة الحسنة. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث بيّن مراتب الدين، لأن مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان، وهي ثلاث مراتب. الفائدة التي بعدها أنه بيّن كما ذكر الشيخ عبد المحسن العباد، بيّن أركان الإسلام وبيّن أركان الإيمان. وأركان الإسلام ما يعرف بقواعد الإسلام وبدعائم الإسلام الخمسة المعروفة، وبيّن أركان الإيمان المعروفة وهي أسس العقيدة. لأن الشيخ الفوزان في العقيدة الصحيحة قال: العقيدة لغة من العقد، وهو الربط، ربط الشيء على شيء، ربط القلب على شيء معين. قال: واصطلاحا العقيدة، تعريف العقيدة الصحيحة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعرف العقيدة بأركان الإيمان وما يلزم من ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث بيان الإحسان، وأن ركن الإحسان واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك من فوائد هذا الحديث أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، فلا يعلمه ملك مقرب حتى جبريل عليه السلام، ولا يعلمه نبي مرسل حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حتى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات علامات الساعة، لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجابه وبما سمعنا وعلمنا أن تلد الأمة ربتها إلى آخره، فذكر له بعض علامات الساعة. من فوائد هذا الحديث أن الصحابة لا يعلمون الغيب، لأن عمر ومن معه من الصحابة تعجبوا من هذا الرجل الذي يسأل ويصدق من سأله، وأن عمر لما سئل سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المتسبب في التعليم فإنه يكون معلما، لأنك أحيانا تسأل وأنت تعرف الإجابة كما هو حال جبريل عليه السلام في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل، أو قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أتاكم يعلمكم بعض يعلمكم أمر دينكم.